اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في جولتنا المعتادة عبر الصحف على قناتكم شوف تيفي. بداية الجولة من يومية الصباح والعنونات خطاب العرش حراك ملك وشعب وفي التفاصيل. حمل خطاب العرش رسائل قوية كتفيد أن صوت الملك والشعب يوجدان على نفس الموجة، ووضع الأحزاب والمسؤولين على صراط المحاسبة بين القيام بالمهام كاملة أو الانسحاب وإبعاد الشأن العام عن المصالح الشخصية والحزبية وعن الخطابات الشعبوية. ووضح أن الأحداث اللي كتعرفها بعض المناطق أبانت عن انعدام غير مسبوق روح المسؤولية. باقي التفاصيل يمكن لكم تشوفوها بيومية الصباح. ومن الصباح نمشي مشاهدين اليومية المساء لعنونات فضيحة. مسؤولون استفادوا من بقعة أرضية ب 180 درهما للمتر وفي التفاصيل. القضاء أدى الموظفين بوزارة المالية بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ وغرامات مالية بعدما تبين أن وداديات تابعة لموظفي وزارة المالية استفادت من بقعتين أرضيتين تابعتين للملك الخاص بالدار البيضاء، عملت عن الشق بثمن ما كيتجاوز 500 درهم للمتر الواحد، وبالمحمدية بمنطقة لاكولين بثمن 180 درهم. باقي التفاصيل يمكن لكم تشوفوها بيومية المساء. المخطط الاستعجالي يسقط 7 مسؤولين كبار، عنوان اخترناه لكم من يومية الأحداث المغربية. وفي التفاصيل، مصدر مقرب من وزارة التربية الوطنية أفاد أن اختلال مرتبط بتنزيل المخطط الاستعجالي للنهوض بقطاع التعليم قادت لتوقيف 7 من الموظفين الكبار على مستوى الأكاديميات الجهوية. باقي التفاصيل يمكن لكم تشوفوها بيومية الأحداث المغربية. ونختموا مشاهدينا جولتنا عبر الصحف الوطنية بيومية أخبار اليوم ولعنونات المهداوي يواجه تهمة جديدة. وفي التفاصيل، بعد إعلان هيئة الدفاع عن الصحفي حميد المهداوي إيقافه والإضراب دياله عن الطعام استجابة لمطلب محاميه الجمعة الماضية، كشف الوكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء بأنه بعد الاستماع إلى المهداوي من طرف قاضي التحقيق تمت المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهته بناء على متوفر من أدلة على ارتكاب أفعال توصف قانونيا بعدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة. باقي التفاصيل يمكن لكم تشوفوها بيومية أخبار اليوم. بهذا الخبر كنوصلوا مشاهدينا لنهاية جولتنا عبر الصحف الوطنية. إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله.